حضرتك عندك طلبات تطلبها من سيادة الرئيس؟ والله لو من سيادة الرئيس انا عايز جهاز تعويض طبعا الجرح لسه المعاش توقف من شهر 3 كنت باخد معاش كانوا شويه مش شؤون فطبعا اتوقف وهيحولوني لجنه لدمنهور اللي مرجوه منه ان يخفف عليا ويهون عليا بس الله سبحانه وتعالى بدل ما هزلت نروح لدمنهور يخففوا عليا الموضوع ومعاش يشتغل ومعاش عايش بيه اعرف عايش بيه تمام بس وتحيا مصر تحيا مصر.